وأخيرا أمكن لهذين التلميذين إجراء الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا بعد تأجيلها سابقا، إجراءات احترازية صارمة فرضتها الجائحة. الصورة من ثانوي ياسمين بعين الشق. انطلقت هذا الصباح امتحانات قطب الشعب الأدبية والأصيلة والمهنية والتي تهم أزيد 100,000 تلميذ وتلميذة على مستوى جهة الدار بيضاء سطات. هذاك التأجيل كان كيخلينا نراجعوا شوية هذا، وكان صعيب باش نراجعوا نعاودوا نراجعوا نعاودوا نراجعوا، ولكن ما كاينش مشكل، المهم غنراجعوا وغندوزوا مزيان وكمل على الله. صعيبة شوية مع كورونا وهادشي، هذا ما حفظناش مزيان فهمشي، مع عطاونا الدروس الاولين شوية فهمشي صعب، وحنا الحمد لله ندخلوا ندوزوا على طاعة الله. ولإجراء امتحان جهوي آمن تم توزيع المترشحين على مستوى جهة الدار البيضاء سطات على 343 مؤسسة تعليمية و6665 قاعة دراسية و12 قاعة رياضية. مجموع المترشحين الذين يجرون هذا الاستحقاق هو حوالي 4800 من المترشحين منتمين ل 13 مسلك وموزعين على 24 مركز في كل من منطقة سيدي معروف وكذلك منطقة عين الشق. هذا العدد الكبير ديال المراكز جاء احتراما ل يعني السلامة الصحية كإجراء من السلامة من أجل الاحترام التباعد الجسدي، فبحيث القاعات ما كتزيدش على 10 المترشحين فبعض أو حتى في بعض الأحيان أقل من 10. 17500 أستاذ وأستاذة و 3090 إطارا تربويا وإداريا سيسهرون على تنظيم امتحان جهوي استثنائي يعتمد التباعد بين المترشحين في القاعة الواحدة التي لا يتجاوز عدد الممتحنين فيها 10 أفراد.